فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى أداء العمرة، وبعد أن دخل في النسك وغادر الميقات خرج من عمرته وخلع ملابسه. خرج إيه؟ يقول وغادر خرج من عمرته وخلع ملابسه وترك الذهاب إلى مكة بدون عذر، فما حكم فعله؟ إذا كان بدون عذر فيلزمه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يمضي في عمرته حتى يكملها. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وقال: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، فدل على أن الإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة صار فرضا عليه إكماله وإتمامه، ولا يجوز له أن يخرج منه إلا إذا كان شرط عند الإحرام. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأصابه حابس صحيح فله ما شرط. أما أنه يصير بواه ويخلع الإحرام بس ويروح، هذا ما يجوز. نعم.